سيدي بالخير. اول حاجه هذه كتعرفوا الجمعيه ديالتنا جمعيه بيئيه، والمنطقه ديالنا هي مصنفه دوليا في اتفاقيه رامسار بحيره ديال سيدي موسى. حنا كنحاولوا نحافظوا عليها بيئيا، ولكن نعرفوها كذلك اعلاميا وبالانشطه الثقافيه اللي كنديروا الان. كذلك ان هذا النشاط ديالنا هو كيتزامن مع عيد الشباب المجيد اللي خدينا في الاخر ديال شهر 8، وكنحاولوا هذا النشاط نختموا به الصيف في هذه الشواطئ باش تكون النظافه ديال الشاطئ مباشره من بعد المهرجان. والطموح ديالنا الاول والاخير ان نرد الاعتبار هاد الشواطئ الثلاثه اللي عندنا في جامعه الوادي عيسى، شاطئ سيدي بالخير، شاطئ مرزيقه، شاطئ سيدي موسى، اللي كانوا تقريبا شبه ما معروفينش يعني. ما الحمد لله الان في ملي ناجور اصبحت شواطئ محروسه. بدات هذه السنه ملي بدينا احنا في الانطلاقه ديالنا في الانشطه ديالنا على الشواطئ، على الشواطئ الثلاثه، سيدي موسى سيدي بالخير اصبح شاطئ محروس، مرزيقه اصبح شاطئ محروس، وسابقا كان سيدي موسى محروس، والان الاشعاع يعني اللي تعطى للشواطئ والشواطئ ديالتنا ممتلئه عن اخرها. واللي كيميز الشواطئ ديالنا الامن، الاستقرار، الطيبوبه ديال الاهل ديالها، الاتحاد ديال الشباب ديالها باش يوفروا للمصطاف وللزائر اللي جا الموسم انه يجي براحته ويمشي براحته. وانتم كتشاهدوا هذا الشيء راه ممكن تصوروا وتشوفوا.